تعرفوا؟ لا. قولوا للكلب اللي اسمه السيسي. قولوا للكلب اللي اسمه السيسي. اوعك تحلم تبقى رئيسي. اوعك تحلم تبقى رئيسي. مش ناسين فض الميدان. مش ناسين فض الميدان. مش ناسين كشف العزية. مش ناسين كشف العزية. مش ناسين العباسية. مش ناسين العباسية. كاشتراكين ثوريين وكقوى ثورية أخرى مختلفة للضغط من أجل الإفراج عن المناضل الاشتراكي الثوري هيثم محمدين. احبس وقت الملايين. احبس وقت الملايين. كلنا هيثم محمدين. كلنا هيثم محمدين. أمن الدولة يا مجرمين. أمن الدولة يا مجرمين. القبض على هيثم محمدين هو رمزية بشعة جدا لأنها بتدل على توحش الثورة المضادة، وإن الحكم العسكري القائم مع أدوات السلطة القمعية وتحالفهم مع رجال الأعمال ورموز دولة مبارك وإعلامه بيقولك إن الثورة المضادة دلوقتي بتحاول تسترجع أيام ما قبل 25 يناير وكمان بانتقام وتوحش أكبر. عشان كده لازم نوقف، عشان كده لازم نطالب ونضغط من أجل الإفراج عن هيثم، لأن هيثم رمز لثورة 25 يناير، رمز للثورة المصرية من أجل العيش والحرية والعدالة الاجتماعية. والقبض على هيثم مؤشر خطر جدا، لأنه لو لا قدر الله استمر هيثم في حبسه ده مش هيكون أول واحد ولا هيكون آخر واحد يتقبض عليه، ده هتبقى سلسلة للانتقام من جميع الثوار والثوريين. يا سيسي يا غزار. ثورتنا ثورة أحرار. ثورتنا ثورة أحرار. ثورتنا ثورة حرية. ثورتنا ثورة حرية. ضد السيسي والحرامية. ضد السيسي والحرامية. ثورتنا ثورة أحرار. ثورتنا ثورة أحرار. ضد السيسي ورأس المال. ضد السيسي ورأس المال. ثورتنا ثورة عمال. ثورتنا ثورة عمال. ضد السيسي ورأس المال. كل ما نزل مظاهرات من اول 25 يناير ضد نظام مبارك وضد الداخلية ومن بعدها المجلس العسكري ومن بعدها ضد حكم الاخوان المسلمين، يعرف هيثم محمدين. هيثم كان في معظم الاوقات بيقود مظاهرات القاهرة ضد القمع ومن اجل العيش ومن اجل الحرية ومن اجل العدالة الاجتماعية. هيثم محمدين كمان الناس اللي تعرفه تعرف كويس قوي قد ايه هو محامي عمالي مخلص للغاية، وكان من الناس اللي ساهمت في تأسيس النقابات العمالية المستقلة من 2007 ولغاية الأمس القريب. هيثم محمدين محامي بيدافع عن كل الثوار الذين تم اعتقالهم من السلطات القمعية على مدار السنوات القديمة. علي وعلي وعلي كمان. علي وعلي وعلي كمان. ضد كل اللي خان. ضد كل اللي خان. ضد العسكر والفيلور. ضد العسكر والفيلور. ضد العسكر والفيلور. ضد العسكر والفيلور. ضد الإخوان والإخوان. ضد الإخوان والإخوان. عايز أقول إنه الثورة دي كل واحد بينهب فيها شوية، مبارك والمجلس العسكري ومرسي والنظام الجديد، ومحدش هيقدر يوقف ثورة الشعب ده لأنه فايق لثورته، ومحدش هيقدر يحرم الناس من كرامة إنسانية ومن عدالة اجتماعية. وهيثم محمدين وأحمد أبو دراع أشرف من كل اللي حبسهم واللي متواطع عليهم. ثورة ثورة حتى النص. ثورة ثورة حتى النص. ثورة تقيم العدل في مصر. ثورة تقيم العدل في مصر. احنا عايزين دنيا جديدة. احنا عايزين دنيا جديدة. بدنا نخلق دنيا جديدة. بدنا نخلق دنيا جديدة. دنيا الناس فيها سعيدة. دنيا الناس فيها سعيدة. اسم محمد
المدين تم إخلاء سبيله من نيابة السويس على ذمة قضية، ومستنيين تحريات الأمن الوطني. الاتهامات اللي وجهت لي أثناء التحقيق ملهاش أي علاقة بالاتهامات اللي كانت سربتها أجهزة الأمن والمخابرات لوسائل الإعلام قبل كده، وهي الرواية كذبة حوالين أنه تعدى على ضابط شرطة رفض تفتيش سيارته في حين أن هيثم أصلا ما عنده السيارة. كل الاتهامات اللي وجهت لهيثم أثناء التحقيق ليها علاقة بانتمائه لتنظيم سري، تنظيم يعمل على قلب نظام الحكم، تنظيم يعمل على تمكين طبقة فوق طبقة، يعني نفس الحزمة بتاعت الاتهامات كلاسيكية اللي كان بتوجه لكل التنظيمات الاشتراكية والعمالية والشيوعية عبر العقود. هو حاليا خرج خلاص على الأسفلت الحمد لله، لكن لسه في خطر تحول الموضوع لمحاكمة. الثورة المصرية بتمر بظروف صعبة، ده حقيقي، في مد يميني موجود، في عودة قوية لدولة حسني مبارك بأجهزتها الأمنية اللي كانت أصلا شرارة انطلاق الثورة دي ضد ممارساتها بالأساس. لكن في نفس الوقت احنا لازم نصمت، الصمود والثبات السياسي على الموقف اللي مش هيهتز قيد أنملة، سواء احنا ضد العسكر، ضد عودة الإخوان للحكم، ضد الفلول، اعتقد ان هتبدأ حالة الفارز تبان واضحة جدا 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 قدام الناس. انا مؤمن ان في كتير جدا موجودين في الشارع المصري وموجودين في البيوت المصرية نفسهم يشاركوا سياسيا، لكن في نفس الوقت قرفانين ومش لاقين بديل. واللي احنا بنتمناه كاشتراكيين ثوريين ان احنا نبقى البديل الحقيقي قدام الناس دي، لو وقدام اي حد عاوز يستكمل الثورة، سواء كانوا عمال في مصانعهم عاوزين يحافظوا على قوتهم وفي نفس الوقت عاوزين يتمكنوا من ادارة المصنع ذاتيا ومن التحكم في الثروات اللي هم بينتجوها. انا بدعوهم للانضمام للاشتراكيين الثوريين، بدأوا الطلبة، بدأوا كل الفئات المضطهدة في المجتمع انها تنضم لينا. لو عايزين تعرفوا اكتر عن افكارنا، احنا عندنا الويب سايت بتاعنا www.refsoc.me، عندنا المركز بتاعنا موجود في الجيزة 7 شارع مراد من ميدان الجيزة، ونتمنى ان انتوا تشرفونا هناك وتنضموا لينا.